بفوز وبتألق أيضا. استعيد كل الشباب وعالي الكرة. أحمد حاجي ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من مصطفى حاجي، ضربة بقصية. قلت حتى الآن المنتخب المصري متأهل كأول، لكن هدف ممتاز، وأقولها بروح رياضية أن هذا الهدف سيكون أحسن هدف ربما في هذه البطولة. هدف ممتاز غير متضرر، لكن كرة كانت مقوسة وضربة بقصية من اللاعب المحترف مصطفى حجي الذي يعطي ابتسامة لهوري ميشيل. هوري ميشيل لم يحرك ساكنا منذ بداية المباراة حتى الآن. هدف ممتاز، وأظن الخطأ في عدم مراقبة اللاعب. لا، ضربة قصية ممتازة، ممتاز الهدف، هدف ممتاز لصالح المنتخب المغربي. هذا اللقاء لم ينتهي بعد، فالمنتخب المغربي الآن يتصدر المجموعة 7 نقاط مقابل 6. لكن فرحة كبيرة عند المنتخب المغربي. هذه كرة القدم، مفاجآت كبيرة في اللحظة الأخيرة، بإمكان كل شيء أن يتغير. المصري وروح رياضية كبيرة في الملعب، قدوة، مثال ممتاز جدا للروح الرياضية هنا بين الأشقاء العرب. رغم فوز المنتخب المغربي على شقيقه المصري بهدف الأسيس في اللحظات الأخيرة وتبادل للقمصان، وأيضا تحيات وتعالق بين اللاعبين المصريين والأشقاء المغربيين أيضا. إذا